مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا وسهلا مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينة القنيطرة. احنا الان كنتواجدوا امام محكمة الاسرة. اليوم حضرنا احدى الجلسات ديال قضية نسب اولاد الميلودي. وقع جديد ان عزيز الخطابي كان تلاقى بزوجة الاب ديالو، كانت طلبت منه باش يعطيها شعرة ويعطيها شوية من اللعاب ديالو باش تدير بهم لا دي ان، الا ان الناس اللي كانوا كيساندوهم وكيجيو معاهم المحكمة ما عجبهمش الحال واتهموهم، كيقول لهم انكم بعتوا الماتش. هذا هو الجديد اللي كان في القضية. وقع واحد سوء فهم وسوء تفاهم بين ولاد الميلودي والكبيرة والناس اللي كيجيو يحضروا هنا وكيساندوهم. وتد اليوتيوبرز قالوا بان الماتش تباع. حنا معنا واحد اليوتيوبرز هنايا، السلام عليكم. شنو وقع؟ شنو وقع اختي؟ اللي وقع هو ان الجلسه نورمالمون كتخصها دار اليوم مع الوحده ديال النهار. جينا حنا على اساس الجلسه كاينه، كنتفاجئوا بان قال لك المحامي ديال الطرف الثاني اللي هو ديال الميلودي تقدم بطلب القاضي بمهله حتى النهار 22، عطاها له القاضي بطبيعه الحال نحن المهله نهار 22 في هذا الشهر هذا، قال لك ما واجدينش شي حاجه ما واجداش، ولكن على حساب ما كيتقال هو ان هذه المهله طلبتها ايمان، طلبت من المحامي باش يقضي، اون اتوندون خرج لا دي ان اللي دارت بطبيعه الحال بينها وبين عزيز بيناتهم، يعني ما يخرجوش القاضي ولا كان داك الشيء قانوني بيناتهم. كنظنوا انها كتسنى كتسنى القرار ديال ديال لا دي ان، تشوف النتيجه ديالها، وديك الساعه هذيك النتيجه هي اللي غتبين لها واش تكمل في مسار القضيه ولا صافي تعترف بهم اوتوماتيكمون ويحيدوا كاع من هاد المسائل. وعلاش الناس هنايا بحال ما عجبهمش الحال؟ شي قالوا لهم بعثوا الماتش؟ ما عجبهمش الحال، حنا ما نقدروش نتقلدوا، انا بعدا نهضر على نفسي شخصيا ما نقدرش نتقلد، حيت الناس قال لك دونك عزيز كان عارف بان القضيه غتاجل وما قالهاش الناس وما علمش الناس، حيت هو صافي تفاهم مع ايمان وداروا لا دين ولكن شخصيا انا مازال ما هضرتش مع عزيز، ما نقدرش نحكم معاه. امنيه الحاجه الوحيده اللي قالت لي ان ما فرصناش حنا بحالنا بحالكم، تفاجئنا جينا مع الوحده لقينا بان الجلسه تاجلات، وهي ماشي تاجيل هو مهله، صافي هذا الشيء اللي كاين، يعني ماشي كانوا عارفين ولا غير الناس، يعني تاجيل ديال الجلسه عادي جدا. اصلا الناس كانوا مقلقين من عزيز حيت تفاهم مع ايمان بينه وبينها وعطاها دارت لا دين، الناس مقلقين ديجا جايين مقلقين هو ما دار فيها والو، ما عرفتش زغبه عطيتها له صافي بغات زغبه عطيتها زغبه، بغات دفنه عطيتها دفنه. يعني انتم علاش تقلقتوا عليه؟ انتم تقلقتوا عليه؟ تقلقنا عليه، ما بغيناش يعطيه كاع، ما يعطيهش، ما بغيناش يعطي حتى حاجه ما بينه وبينها والو، يخلي صحاب اليوتيوب هما اللي يديروا شغلهم، هما اللي يديروا شغلهم، كيخدموا مساكن كيهضروا عليه كيتعايروا عليه كيدير يخليهم هما اللي يهضروا، ما خصوش يعطي حتى حاجه. يا عزيزه وليدي ما خصكش دير حتى حاجه، ما خصكش دير بينك وبينها، تبع المحكمه واليوتيوبات. يعني انتم ما بغيتوش انه يتلاقى معاه؟ عطيها وخير ماشي مشكل، وين هي بالحرام راه دارت شي واحد دابا واخا ممكن تفضلي؟ نعم ممكن. لا ولكن هي حره تقول لي بغات اختي. يعني انتم تقلقتوا عليه ما بغيتوش يتلاقى معها قلتي؟ بلاتي بلاتي اختي اختي، هي راه قالت هضره خليها هي حره، ملي غنجيو عندك انت قولي رايك. نجي وخذ كل واحد ورايه. يلا سير تفضلي ممكن. عزيزه وليدي ما دير حتى شي حاجه بلا المحكمه، بلا تطلب لا دين على يد المحكمه وعلى ايدين هاد الناس اللي خدامين معاك، الله يعزهم والله يخليهم وراهم كلشي معاك، ما تدير حتى شي حاجه، حنا تقلقنا عليك عندك الزغبره تعطي ما تعطي حتى حاجه،
ما تعطيها والو. قال لي طلبت نقول لها المحكمه بيني وبينك صافي، واخا مرات باك ولات تتقلق ما دير حتى حاجه، انا راضيه عليك وحنا تقلقنا عليك، انا تقلقت عليك، انا كبيره تقلقت عليك. واسمح لي يا وليدي. كتعرفيهم انت ميمتي؟ كتعرفي؟ كنعرفهم مو كنعرفهم، كانوا معايا في جهه القاضي، وكنعرف عادل كان في جهه القاضي، وكان الله عمرها دار. وليني دابا ما شاء الله دابا ولا عادل اخر. كتعرفيهم بان هذوك وليداته هو با وليداته مسكين، وليداته هذيك بنته وهذاك ولده. هذه بنته كنعلق بها اكثر من القياس، كان اكثر من القياس، حيت عزيز ما كانش كيشدوا كيديروا، وانا الحمد لله راه وليداته على بغي نقول. يعني كتشهدي بها امام خنتي حدا المحكمه و والله ودابا خليه كنتي كتشوفيهم معاه كيخرجهم تي هي بنته كنخرجها دائما مع القهاوي، يخرجوا مع اي بلاصه، اي بلاصه كنشوفوا بنته معاه. والكبيره كانت مع مرته. كنت في جد القاضي، انا كنت في النمر 315 حدا الطاكسي ديال سوق الحد، انا كنت دائما تما، وراه كيعرفنا هو، راه كيعرفنا، ما كاينش اللي ما يعرفش عادل. وليني ما شاء الله عائلته خصهم تما يقولوا الحقيقه، هو تما بغاو يديروا قال لك العشاء وبغاو ينطقوا ساعه صدق في حاجه اخرى. والله يسمح لينا. شكرا. هاكا واخا دابا. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل اخويا. السلام عليكم ورحمه الله. خوتي المغاربه تبارك الله عليكم. اليوم حنا جينا كنساندو القضيه ديال العزيز وامنيه، كما كنتفاجئوا وتفاجئوا جميع الصحافه وجميع المواطنين اللي جاوا متبعين هذه القضيه. حنا الوحيدين اللي متبعين هذه القضيه من اول مره ما خرج عزيز بالتصريح. أوكي نتواصلوا.